لطالما كانت المرأة المصرية جزءاً لا يتجزأ من تاريخ مصر، ولم يكن دورها مقتصراً على الحياة الاجتماعية والأسرة، بل تعدى ذلك إلى الحكم والسياسة. عبر العصور برزت نساء حكمن مصر وحققن إنجازات بارزة تركت بصمة واضحة في تاريخ البلاد. سنستعرض في هذا الفيديو نماذج من النساء اللواتي حكمن مصر في ثلاث فترات زمنية مختلفة، ملكة من العصر الفرعوني، وأخرى من العصر البطلمي، وثالثة من العصر الإسلامي. من العصر الفرعوني، الملكة حتشبسوت. الملكة حتشبسوت تعد من أبرز الشخصيات النسائية في تاريخ مصر القديمة. تولت حكم مصر في الفترة ما بين 1479 قبل الميلاد و 1458 قبل الميلاد. كانت زوجة للملك تحتمس الثاني، وبعد وفاته تولت الوصاية على العرش نيابة عن ابنها الرضيع تحتمس الثالث. لكنها لم تكتفي بدور الوصية، بل نصبت نفسها فرعونا شرعيا وحكمت مصر كملكة حاكمة. وتميزت فترة حكمها بالسلام والازدهار الاقتصادي، وقامت بعدة مشاريع إنشائية ضخمة، منها بناء معبدها الشهير في الدير البحري بالأقصر، كما قامت بتنظيم حملات تجارية ناجحة إلى بلاد بونت الصومال حاليا، مما عزز من الثروة والنفوذ المصريين. من العصر البطلمي، الملكة كليوباترا السابعة. الملكة كليوباترا السابعة هي واحدة من أشهر النساء في التاريخ القديم. حكمت مصر في الفترة من 51 قبل الميلاد حتى 30 قبل الميلاد. كليوباترا كانت آخر ملكة من السلالة البطلمية التي أسسها بطلميوس الأول، أحد قادة الإسكندر الأكبر. عرفت كليوباترا بذكائها وثقافتها الواسعة، فقد كانت تتحدث عدة لغات، وكانت ملمة بالعلوم والفلسفة. استخدمت كليوباترا علاقاتها مع قادة الرومان مثل يوليوس قيصر ومارك أنتوني لتعزيز مكانتها السياسية وحماية استقلال مصر. وعلى الرغم من أن فترة حكمها انتهت بضم مصر إلى الإمبراطورية الرومانية بعد هزيمتها وانتحارها، إلا أن كليوباترا تركت إرثا دائما من الدهاء السياسي ولغزا تاريخيا كبيرا. من العصر الإسلامي، الملكة شجر الدر. الملكة شجر الدر تعد من الشخصيات الفريدة في التاريخ الإسلامي لمصر. كانت جارية اشتراها الملك الصالح نجم الدين أيوب الذي أحبها وحررها ثم تزوجها، وبعد وفاة الملك الصالح عام 1249 من الميلاد، حيث أعلنت وفاته وأدارت شؤون البلاد خلال فترة حرجة عندما كان الصليبيون يهاجمون مصر. نجحت شجر الدر في تحقيق نصر كبير على الصليبيين في معركة المنصورة، مما عزز مكانتها. وفي عام 1250 من الميلاد تم إعلانها ملكة لمصر، ولكن حكمها لم يستمر طويلا بسبب المعارضة الشديدة من قبل بعض الفئات داخل البلاد وخارجها. وعلى الرغم من أن فترة حكمها كانت قصيرة، إلا أن شجر الدر تركت بصمة واضحة في التاريخ المصري كأول امرأة تحكم مصر في العصر الإسلامي. عبر العصور أظهرت النساء في مصر قدرات استثنائية في القيادة والحكم، من حتشبسوت القوية في العصر الفرعوني إلى كليوباترا الذكية في العصر البطلمي، وصولا إلى شجر الدر الشجاعة في العصر الإسلامي. وكانت كل واحدة منهن نموذجا للمرأة القادرة على تحقيق النجاح والتأثير الإيجابي في مجتمعاتهن، مما يعكس دور المرأة الهام والمستمر في تاريخ مصر على مر العصور.